أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يقول: فما هو النور الذي يخرجون منه وهم كفار؟ يخرجونهم من النور اللي هو الوحي، يطردونهم عن الوحي ويمنعونهم من الاستماع إليه، وقد أيضا يخرجون المسلم إلى الردة، يخرجون المسلم والمؤمن إلى الارتداد عن الإيمان والعياذ بالله. نعم.